الحمد لله سنة 2012 كانت أفضل بكثير من عام 2011. عندنا أرباح التشغيل من 15 مليون ونص إلى 61 مليون. نتأمل السنة هذه تكون أفضل إن شاء الله. يعني بوادر السنة يبدو أن البوادر جيدة. نتأمل أن ما يكون فيه ظروف سلبية تعكس الاتجاه. احنا متفائلين ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله, ومتفائلين ببلدنا, ومتفائلين ان شاء الله في منطقتنا ايضا كذلك. هل التحسن جاء من تحسن في البيئه التشغيليه ام في ارتفاع قيم الاصول؟ كلاهما, في بيئه, يعني في ارتفاع في قيم الاصول, وكذلك ارتفاع في او تحسن في بيئه التشغيل. تحسن في بيئه التشغيل. مجموعه الصناعات لها تركيزات في عديد من الشركات, يعني راينا منذ قليل نور وايكاروس, هذه اداء هذه الشركات ايضا هل تحسن وانعكس على الأرباح النهائية؟ لا شك أنه كان في تحسن, تحسن يعني بطيء, لكن تحسن الحقيقة تحسن أيضا ملموس. كيف تنظر إلى مجمل الأداء الاقتصادي في 2013 خصوصا يعني أنها هناك حالة من التفاؤل؟ يعني أنت تشوف حتى السوق الآن متحسن. أنا تقديري أن الأساس فيه هو الاستقرار السياسي. الاستقرار السياسي هو اللي يعني عامل أساسي في التفاؤل اللي موجود عند الناس, والتفاؤل هذا هو اللي الحقيقة يعني يخلق البيئة المناسبة للعمل وتطوير الأعمال والأشغال بصفة عامة. السؤال الأخير, هل لدى مجموعة الصناعات مشروعات مستقبلية تنوي الدخول فيها أو الإعلان عنها في 2013؟ والله حنا يعني ندرس كثير من المشاريع اللي الآن موجودة. في جزء منها إحنا كان في الماضي يعني طلعنا الثاني أو طلعنا ترتيبنا, يعني كان ترتيب متقدم في العطاءات. الآن قاعدين ندرس حوالي 4-5 مشاريع. نتأمل إن شاء الله على الأقل واحد أو اثنين منهم يرسون علينا. لما أيضا شركاتنا الحمد لله يعني قاعدة أمورها تتحسن وظروفها يعني اللي قاعد اشتغل فيها ايضا افضل ومبيعاتها افضل.